صباح الخير. مشوارنا اليوم لعجلون وتحديدا لقرية صنعار. هاي القرية موجود فيها بيت الإبداع. هذا البيت اللي بيضم مجموعة من المشاريع اللي بتعتمد على الطاقة المتجددة. بدنا نتعرف اليوم على بيت الإبداع بالنص المليان والتفاصيل الجميلة داخل المعرض والمتحف الموجود بهذا البيت. تابعونا. داخل هذا البيت حجز الشغف مكان، التطوير والإبداع سكن بكل زاوية موجودة بالمكان. أفكار خلاقة اشتغل عليها صاحب البيت المهندس طارق القحف، انطلاقاً من محبته بالتكنولوجيا وهوايته بالتطوير والابتكار لمشاريع بتعتمد على الطاقة المتجددة. الحديث مع المهندس طارق بيخليك تشعر بالأمل والطموح وحب العمل، والعمر مجرد رقم ما بيرتبط بالشغف والإبداع. أنا هوايتي الإلكترونيات، يعني من أيام الثانوي بحب أعمل نماذج وشغلات بالتكنولوجيا، هي هواية. فلما طلعت على دولة الكويت واشتغلت بقوة الإطفاء الكويتي 22 سنة، اكتسبت خبرات كبيرة بالتكنولوجيا، من ضمنها بهندسة الاتصالات والكهربائيات والإلكترونيات. وبتعرف المغترب برا ما عنده حياة اجتماعية، فكنت عامل غرفة صالة، والله عاملها زي سمول وركشوب، ورشة صغيرة. وشكر لزوجتي اللي هي تحملتني بكل الفوضى اللي عملتها بالبيت. فهاي هي هواية، ودائما اللي عنده هواية بيبدع فيها. طبعا لازم يتوفر شغلات اللي هي الموهبة وفاينانشال سبورت اللي هو الدعم المادي لها والوقت. والحمد لله بالكويت توفروا الثلاثة عندي، شايف هذول. فصرت أجيب قطع غيار وشغلات وأنزل على السوق وهيك وأساوي مشاريع، لحتى عملت البيت كله تكنولوجيا عندي، شايف البيت بالكويت. فخطرت ببالي أنه ليش ما أعمل معرض ومتحف بعجلون بمحل سكني. فحكيت لازم يكون من جنب البيت معرض بيت الإبداع، هاد أحط كل إبداعاتي فيه. حلو. ففعلا واشتغلت فيه، يعني بس بالتمديدات الكهربائية لهاي بالمعرض هاد 4 أشهر أنا حابس حالي بهاي الصالة، شايف. طبعا يعني مرات أشتغل فيه بالمساء، مرات الصبح، مرات بالظهر، بس لحتى عملت الانفراستراكشر تبعه. بتعرف الانفراستراكشر اللي هي البنية التحتية بدها شغل كتير. صح. وبدك تعمل حسابات للكهرباء، لأنه الكهرباء ما فيها مزح، بدك تحسب كم الأمبير والفولتج لكل مشروع، وهل بتكفي هاي ولا ما بتكفي. فهيك لحتى عملت كل هاي اللي شايفه هذا بحوالي أكثر من 4 أشهر، يعني 5 أشهر تقريبا. إذا بدنا نمشي هيك بالمشاريع واحد واحد، تحكينا عنهم كيف استفدت منهم وكيف ممكن أنهم فعلا يكونوا مشاريع على أرض الواقع. هي صراحة أنه في عندي مقسمة المشاريع، مشاريع إشي خاصة بالطاقة، إشي بالفلايت سيميليتر هذا لحاله نظام لحاله، إشي بالنماذج الفنية. يعني أنا أعمل نماذج فنية مثل نموذج هاي لوحة السفن اللي هون، ونموذج مطار حقيقي بإضاءة حقيقية، وعامل نماذج الطاقة، توليد الطاقة من الشمس، من الرياح، من الحركة، من حتى النفس. إذا بتنفخ فيها بتعطي، بتضوي الإضاءة، بتشوفتها بجوز. نعم. وعامل مشاريع اللي يسموها LED Light Emitting Diode اللي هو اختصاره. طبعا هاي نماذج LED اللي هي بتكون أشكال، إما عمارات أو بيت صغير أو مزرعة أو شغلات هيك، عملتها عندي هون وحسبت حسابات الإضاءة كم أمبير بتستهلك، كم كل شيء هيك، وحطيتها عندي هون كنموذج يعني فني إلكتروني، مو إنه فني رسم ولا شيء. لا، أنا بحب أشتغل
بالإلكترونيات. لما بديت أنا بالطاقة الشمسية بديت بلوح 150 واط اللي شايفه هون. فبعدين حكيت لازم أزيد الواط، فحطيت لوح كبير مترين بمتر خارج المعرض بيت الإبداع بيولد 400 واط. فزدت الطاقة الشمسية حتى لو انقطعت الكهرباء كلها عندي كهرباء هون شايف موجود من separated يعني هاي مستقلة الكهرباء. فهلأ طاقة الرياح شغال فيها، بدي أساوي نموذج أنه يولد كهرباء من الرياح خاصة بالرياح العجلون يعني شايف. فحاليا ما عندي رياح قوية لأعمل تجارب عليه، فبهينا بستنى لشي لتصير هيك. مقتنيات آل الحسين اللي تحدث عنها المهندس طارق خلال حديثي معه واللي ماخذ زاوية داخل هذا المعرض التكنولوجي بصراحة هي بتشد الانتباه، خصوصا هذه المقتنيات القديمة اللي بعود تاريخها لأكثر من 70 سنة. هذا مفتاح بيت آل الحسيني بالقدس، وهي المفاتيح هي مفاتيح حقيقية 100% وإلها أكثر من 70 سنة من أيام النكبة موجودة، وكان حريص المهندس طارق أنها تكون موجودة بهذا المعرض وتكون هاي الزاوية كاملة في مقتنيات آل الحسيني من القدس. حتى جوازات السفر القديمة تحمل اسم حكومة فلسطين، هذه الجوازات أيضا بتعود لتاريخ قديم جدا من أكثر من 70 سنة موجودة لآل الحسيني. هاي المقتنيات، هاي العملات، هاي المعدات الموجودة بهذا المتحف هي رجعتنا لتاريخ جميل من فلسطين، رجعتنا لتاريخ فعلا حقيقي، خصوصا بمفتاح البيت اللي موجود هون. جميل جدا هذا المفتاح، وأنا يعني بهنيه للمهندس طارق على وجود هاي المقتنيات بهاي الزاوية من المعرض، واللي زادت هذا المعرض جمال بالإضافة للتكنولوجيا الحديثة أيضا في تاريخ جميل موجود بهذا المكان. الاهتمام بالتاريخ والتراث إضافة للشغف بالتكنولوجيا جعل من زوايا بيت الإبداع مكان للحب والعطاء، فبين أروقة هذا المكان طموح مستمر. المهندس طارق بيطمح إنها تكون مشاريع تترجم على أرض الواقع، وهذا تحدي بيشتغل عليه كل يوم من داخل هذا البيت. الشغف والإبداع ما بيرتبط بالعمر، وهذا النموذج اللي شفناه اليوم خلال مشوارنا بعجلون بيت الإبداع، هذا النموذج المميز اللي طوع التكنولوجيا لخدمة الناس. شفنا نماذج تكنولوجية تعتمد على الطاقة المتجددة بأسلوب جميل وبفكرة جميلة وبنماذج متعددة. هيك كانت حلقتنا بالنص المليان من عجلون من بيت الإبداع، وتحديدا من بيت المهندس طارق. يعطيكم العافية.